قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا. كنا بدأنا شرح كتاب العمدة الأحكام من كلام خير الأنام، فوصلنا اليوم والحمد لله رب العالمين وصلنا إلى باب الوتر. من هنا نبدأ. تفضل أستاذ. الحمد لله. باب الوتر، هذا باب الوتر، ويقال وتر ووتر، والشفع والوتر، والشفع والوتر قراءتان مشهورتان. وقول المؤلف رحمة الله عليه باب الوتر، أي بمعنى هذا باب الوتر، فنجعل باب خبر لمبتدأ محذوف. باب الوتر هذا مبحثه. هنا بدأ المؤلف رحمة الله عليه أن يتحدث أو يورد بعض الأحاديث التي تفصل شيئا ما من أحكام صلاة الوتر، كم عدد ركعاتها، متى يبدأ أو متى يدخل وقت الوتر، ومتى ينتهي وقته، وماذا يقرأ في صلاة الوتر، هل صلاة الوتر واجبة أم غير واجبة، هل يجوز الإيتار بركعة واحدة أم لا بد أكثر من ذلك. وهذه الأحاديث التي ترد في هذا الباب يسوقها المؤلف رحمة الله عليه. وأول حديث هو حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ولذلك نقول رضي الله عنهما لأن الراوي صحابي ووالده صحابي كذلك. قال عبد الله بن عمر: سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل. سأل الرجل بهذا النكرة، وهو الرجل المجهول لا يعرفه علماء الحديث من هو، ولكن جهالة ذلك الصحابي لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول والاسمه لا يلعب أي دور في المسألة، ولذلك معرفته وجهالته سيان. المهم، رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين كان النبي عليه الصلاة والسلام، على ماذا؟ على المنبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر، والمنبر منبر النبي صلى الله عليه وسلم بني متأخرا أو ضرب له المنبر في وقت متأخر. وقبل المنبر ماذا كان يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقف على ماذا؟ على خشبة أو على جذع كانت في قبالة المسجد، وبينها وبين الجدار ممر شاه. وبعد ذلك ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم المنبر، ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات ثلاث درجات. منبر الرسول عليه الصلاة والسلام درجة كان يجلس عليها، وعلى درجتين كان يصعد عليهما النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء ذكروا على أنه من البدع تطويل رفع المنابر وتفخيمها وتجميلها وتلميعها
ودفع فيها أموال طائلة. وخير خلق الله عليه الصلاة والسلام يعني منبره كان له ثلاث درجات وهذا والأمويون بعد ذلك أحدثوا منابر يعني طويلة فخمة على أي حال. والمنبر أخذ من النبر، النبر هو الرفع. وفي الصحيحين على أن الصحابة اختلفوا من أي شجرة كان يعني تماروا في منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أي عود كان. فقال سهل ابن سعد الساعدي يعني قال أنا كنت أعرف منبر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر على أن شابا من الأنصار عمل النبي صلى الله عليه وسلم منبره من شجرة ضرفاء الغابة، يعني الغابة مكان معروف في المدينة، عوالي المدينة من ضرفاء هذه الغابة. فكان منبره متواضع عليه الصلاة والسلام، وعندما وضع له المنبر أو ضرب له المنبر كان بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم والجدار المسجد كان ممر شاه، أي بمعنى أنه ما كان يأخذ مكان مساحة كبيرة، وما كان يحبس الناس، وما كان يقضع الصفوف منبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا النبي كان على المنبر عندما وجه إليه هذا السؤال عليه الصلاة والسلام، عندما سأله الرجل كان وهو قال الراوي سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. الواو هنا واو الحال، وجملة هذه حال من المفعول النبي عليه الصلاة والسلام، مفعول به هنا النبي عليه الصلاة والسلام عندئذ كان على المنبر. وماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه المنبر؟ يخطب به أو يعلم الناس الشرع عليه الصلاة والسلام. لكن هل كان يخطب لصلاة الجمعة أم كان يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ما عليه الصلاة والسلام؟ هذا ليس واضح. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصعد على المنبر في وعظه وإرشاده وتعليمه عليه الصلاة والسلام، بل أحيانا كان يصعد على المنبر ليعلم الناس الصلاة عليه الصلاة والسلام، ويصلي على منبره حتى يراه الناس. فإذا أراد أن يسجد كان ينزل إلى قهقر عليه الصلاة والسلام، كان يسجد الأصل منبره عليه الصلاة والسلام عند منبره. فكان يستخدم المنبر لوعظه كله عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا كان على أي حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب لصلاة الجمعة عندما سأله ذلك الرجل، نستفيد منه على أنه يجوز أن يوجه الكلام إلى الخطيب في حال الخطبة وهو يخطب. وحصل ذلك ووردت فيها ذلك أدلة كثيرة، فيجوز استفسار من الخطيب وسؤاله، يجوز أن يسأل أو يستفسر أو يوجه إليه الكلام أو يبلغ إليه أمر وغير ذلك، أو إذا سأل أن يجاب عن سؤاله إذا سأل. لأنه ورد في ذلك حديث كثيرة جدا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو يخطب دخل رجل في المسجد، والحديث صحيح البخاري، وجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان أصليت؟ قال لا، قال قم فتجوز، قم فصلي ركعتين فتجوز بهما، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنبي سأل وأجاب ذلك الرجل، وتجاذب أطراف الحديث مع ماذا؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوم الجمعة، فجاء رجل من الأعراب فقال يا رسول الله هلكت الأموال والمواشي، وشكى للنبي عليه الصلاة والسلام بما يعني أصيب في البلد من القحط والجذب والفقر وغير ذلك. فدعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى أنزل الله سبحانه وتعالى المطر وفتح السماء سبحانه وتعالى. وفي الجمعة القادمة وقف نفس ذلك الرجل مرة ثانية وشكى للنبي صلى الله عليه وسلم بما يعانونه من كثرة المطر والسيل الماء وغير ذلك. فهذا الرجل كان تحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في حال الخطبة،
وعمر بن الخطاب كذلك تحدث مع عثمان بن عفان، تأخر مرة عثمان بن عفان فقال له لماذا تأخرت، فذكر له كلام. المهم هذه كلها نصوص هذه الواردة في هذا الموضوع تسوقنا تقودنا إلى معرفة الحديث الذي ينهى أن يتكلم الإنسان والإمام يخطب على أنه يقصد على أن يتكلم مع غيره ليس مع الخطيب. أما إذا كان كلام للخطيب فهذا لا بأس به، لأن هذا لا يمنع استماع الخطبة. أما الكلام الناس مع بعضهم البعض أو اشتغال بالكلام أو شيء آخر حتى مص الحصى، من مص الحصى فقد لغى، هذا هو اللغو المقصود. وإنما يجوز الكلام مع الخطيب. مثلا حصل مشكلة في المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة، لا نقول من يعني من تكلم فقد لغى، لا، يتكلم مع الخطيب، يوجه إليه الكلام، يقول حصل كيت وكيت وكيت، ثم يوجه إليه هذا الكلام وبعد ذلك تحل المشكلة. فهذا الحديث يستفاد منه على أنه يجوز أن يسأل الخطيب في حال الخطبة. المهم هذا هو محل الاستشهاد في الحديث، أن ذلك الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي على المنبر عليه الصلاة والسلام، ماذا سأله، ماذا قال له؟ قال له: ما ترى في صلاة الليل، ما ترى في صلاة الليل، يعني أخبرني عن صلاة الليل. هل كان يسأل حكمها، أم كان يسأل عدد ركعاتها، أم كان يسأل كيفية يعني الصلاة؟ وهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره كيفية أدائها، أداء صلاة الليل، وذكر له عدد ركعاتها، أقصد يعني أداء صلاة الليل وكيف يؤدي صلاة الليل. لكن ما هي العلاقة بين سؤال الرجل النبي عليه الصلاة والسلام وبين خطبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يتصور متصور في هذا الحديث على أن الذي يعني أثار ذلك الرجل أو كان وراء سبب السؤال أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال على أن الرسول تحدث عن صلاة الليل عليه الصلاة والسلام، عندما كان على المنبر أنه تحدث عن صلاة الليل، تحدث عن فضل صلاة الليل وغير ذلك. ولذلك هاج هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، كان هو الباعث لسؤاله أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل. وهذا إذا قلنا هذا يدل على اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الليل والاهتمام به واهتمام الصحابة ذلك، لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، وتأتينا بعض الأحاديث. قال: ما ترى، أصلها كان هو من الرؤيا، لكن المقصود هنا ما ترى في صلاة الليل، يعني ما حكمها مثلا وما عدد ركعاتها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثنى مثنى. قال عليه الصلاة والسلام: مثنى 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 هو خبر لمبتدأ محذوف، وغالبا يحذفون مبتدأ عن أول جملة مقول القول، هذه كثيرة جدا في اللغة، فيكون معنى هنا قال مثنى مثنى هي مثنى مثنى، لأنه سأل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى، يعني هي صلاة الليل مثنى مثنى، اثنين 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 اثنين، نعم اثنين اثنين اثنين. فمثنى مكررة مرتين، ومثنى أخرى مكررة مرتين، فكأنه كرر الكلام أربع مرات عليه الصلاة والسلام، لأنه مثنى معدولة عن الاثنين وتفيد تكرار وتكرار، فكأنه قال أربع مرات، يعني مثنى بمعنى اثنين اثنين، ومثنى اثنين اثنين، أي فلذلك يجعلون ما لا ينصرف، لأنه معدول عن اثنين، على اسم هذا هو ما لا ينصرف، معدول عن اثنين، وللصفة فيما شيء من الصفة، يعني صلاة الليل اثنين اثنين. فعندما يصلي الإنسان صلاة الليل كيف يصليها؟ ركعتين ركعتين، تصلي ركعتين ثم تسلم، تصلي ركعتين ثم تسلم، تصلي ركعتين ثم تسلم، وهكذا دواليك.
ولذلك صلاة التراويح سميت تراويح لأن الإنسان يرتاح بعد الركعتين، كلما يصلي ركعتين يرتاح يروح نفسه يريحها، فسميت تراويح بهذا الشكل. صلاة الليل نفس الشيء، صلاة التراويح صلاة الليل صلاة واحدة، وإلا فقد يعني قالوا التراويح إذا كانت صلاة في شهر رمضان، يعني قيام الليل في شهر رمضان هو صلاة التراويح. نعم، وإلا تراويح يعني هو قيام الليل نفسه. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث يعني صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا هو الأفضل أن تكون صلاة الليل ركعتين ركعتين، ويجوز أن يصلي أربعا أربعا، ويجوز أن يصلي أكثر من ذلك، وستأتينا أدلة في ذلك بإذن الله عز وجل، لكن أفضل مثنى مثنى، وأن يصلي ركعتين ركعتين. وورد في بعض الروايات صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن اللفظ صلاة النهار غير محفوظ وضعفه العلماء، وقالوا الراوي الأزدي خالف أصحاب ابن عمر الكبار، ولذلك جعلوا هذا اللفظ شاذا غير محفوظ وصلاة النهار. وقد أطنب شيخ الإسلام تضعيف الرواية وصلاة النهار، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أطنب في الفتاوى. وحديث عائشة الذي يأتينا بإذن الله عز وجل يدل على أنه يجوز أكثر من ركعتين أن يصلي الإنسان، وأما بقي أقل من ركعتين أن يصلي أقل من ركعتين، أي بمعنى لو صلى ركعة واحدة، كذلك سيأتينا آخر الحديث هل تعتبر ركعة واحدة صلاة أم لا، فيعني الإنسان هل له أن يصلي أحيانا ركعة واحدة، وأما إذا كان وترا فيأتينا الدليل على أنه يجوز أن يصلي أن يوتر بركعة واحدة، أما إذا كان غير الوتر كما سنشير في مسألة النقد، مسألة تسمى نقد أو الشفع، فهذا هذا 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 ليس وارد. والمسألة أحيانا يعني لها فائدة من حيث لو اشترط إنسان لو اشترط إنسان أو نذر إنسان أن يصلي ركعة صلاة، يقول لله علي أن أصلي صلاة، أو قال لو حصل لي كذا وكذا أصلي لله صلاة، فصلى ركعة واحدة، فعندئذ هل يعتبر هل صلى ذلك الإنسان أم لا؟ نعم، فهنا يأتي الخلاف في المسألة هل تعتبر ركعة واحدة صلاة أم لا، وسنشير إلى ذلك بإذن الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الرجل صلاة الليل مثنى مثنى، ثم زاد له أحكاما أخرى يحتاجها. وهذا كذا، وهكذا الإنسان إذا سئل مسألة ويرى أن هذا السائل جاهل عن مسائل أخرى يتعلق بالموضوع أن يبسط له الكلام ويزيد له ما يحتاجه حسب ما يقتضي المقام. قال عليه الصلاة والسلام فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة، صلى ركعة واحدة، قال عليه الصلاة والسلام فإذا خشي أحدكم، يعني إذا خشي أحدكم الصبح يعني طلوع الفجر، طلوع الفجر الثاني، وهذا هو وقت صلاة الصبح، تدخل صلاة الصبح فريضة الصبح، فإذا خشي أن يطلع الفجر الثاني قال صلى واحدة، أي صلى ركعة واحدة. وهذا لماذا يصلي ركعة واحدة؟ لأن وقت الوتر سوف ينتهي، وهذا يدل على أن وقت الوتر ينتهي إلى صلاة الصبح، إلى طلوع الفجر الثاني، وهذا آخر وقته طلوع الفجر الثاني. وورد في ذلك أدلة كثيرة، منها ما أخرجه إمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوتروا قبل أن تصبحوا، قال عليه الصلاة والسلام، يعني قبل الدخول صلاة الصبح، هذا هو وقت الوتر. وعند السنن يا أهل السنن عند أبو داود والترمذي حديث طويل إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم،
النبي عليه الصلاة والسلام قال الوتر، قال وما هي يا رسول الله؟ قال الوتر، قال الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ما بين صلاة العشاء. الآن يعني استفدنا من هذا الحديث متى يبدأ قيام الليل ومتى يبدأ وقت الوتر، وكذلك صلاة التراويح وقتها من العشاء إلى طلوع الفجر. والفجر المقصود هنا الفجر الأول أليس كذلك؟ الثاني. الفجر ماذا؟ الثاني، هذا هو الفجر الثاني. ولكن ثبت عن بعض صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كابن مسعود مثلا وابن عباس وعبادة بن الصامت أنهم صلوا الوتر بعد أذان الفجر قبل إقامة صلاة الفجر، أنهم صلوا في هذا الوقت. وصلوا في هذا الوقت لماذا؟ لأنهم يبدو على أنهم تأولوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم عن وتره أو نسيه فليصليه إذا أصبح أو ذكر، قال عليه الصلاة والسلام. أما لو صلى صلاة الصبح وهو لم يوتر، نام عن وتر وقيمت صلاة الصبح، صلى صلاة الصبح، فإنه لا يصلي الوتر وإنما ينتظر فيصلي حسب ما الحديث، حسب الحديث الذي وردت، يصلي في نهاره شفعا لا وترا. فمن كان من عادة أن يوتر بثلاث ركعات، كان يوتر بثلاث ركعات فهو يصلي أربعا، ومن كان من عادة أن يوتر بخمس فإنه يصلي ماذا؟ كم؟ ستا. فلا يصلي في الوتر في النهار لأنه لا يوتر في النهار. وهذا مما صح عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فقال فإذا خشي أحدكم المقصود، الأحد المقصود هنا هو المصلي وليس كل أحد. إذا خشي أحدكم يعني المصلي الصبح فصلى ركعة واحدة، صلى واحدة. لماذا يصلي ركعة واحدة؟ قال فأوترت له ما صلى. ركعة واحدة يصليها. إذن هذا الحديث واضح جدا على أنه يعتبر ركعة واحدة صلاة، لأنه يصلي ماذا؟ ركعة واحدة، وهذه ركعة الوتر يجوز للإنسان أن يفردها ويصليها لوحدها. كان يصلي قيام الليل شفعا شفعا شفعا، فخاف أن يفوته وقت صلاة الوتر، فله أن يصلي ركعة واحدة، وهذه الركعة واحدة هي تكون ماذا؟ وترا. أو يصلي الوتر ركعتين ثم ركعة واحدة، أو يصلي ثلاث ركعات متواليات ليس بينهم تشهد، وإنما يكون تشهد في الركعة الأخيرة. هذه الصور كلها ثبتت عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والذي خالف ذلك هو إمام أبو حنيفة، لا يرى ركعة واحدة على أنها تعتبر صلاة. نعم، لكن صح الدليل وصح الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق، فمن شاء أن يوتر بخمس فليفعل، ومن شاء أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن شاء أن يوتر بواحدة فليفعل، قال عليه الصلاة والسلام. فيجوز للإنسان أن يوتر ماذا؟ بركعة واحدة. وأما حديث الذي استدلوا الذين منعوا الصلاة بركعة واحدة، الإيتار بركعة واحدة، استدلوا بحديث ضعيف غير ثابت، وهو حديث البطيراء، حديث النهي عن البطيراء. وهذا الحديث هو حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من البطيراء، ففسر البطيراء أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها. وهذا الحديث قال ابن قطان والحديث شاذ لا يعرج عليه، حديث ليس له أي اعتبار،
وقال النووي في المجموع ضعيف مرسل. وروي عن ابن عمر على أنه فسر البطيراء أن يصلي الإنسان ركعتين ويكمل ركعة واحدة بركوعها وسجودها، يكمل لها ركوعها وسجودها، والركعة الثانية يركع ركوعا ناقصا وسجودا ناقصا. هذه هي البطيراء من البطر، بمعنى قطع الصلاة وقطع يعني الطمأنينة في الصلاة. لكن الحديث هو حديث غير ثابت، لا ينهض دليلا ولا يصلح مقاوما لهذا الأحاديث الصحيحة الصريحة الثابتة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قال، أعطانا نصائح أخرى، النبي يعلم عليه الصلاة والسلام، قال وأنه كان يقول عبد الله بن عمر، وأنه أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، كان يقول عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، أي ركعة واحدة منفردة، والوتر في مقابل الشفع. نعم، اجعلوا هذا أمر، ولكن العلماء اتفقوا على أن هذا الأمر ليس للوجوب، لأن صلاة الوتر ليست واجبة أصلا، وبالتالي جعل الوتر في آخر الصلاة لا يتكون واجبا إذا كان أصل الصلاة غير واجبة. نعم، ولكنه هذا هو المستحب، أن يجعل آخر الصلاة الليل وترا، وذلك اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم، وقد يوتر الإنسان في وقت مبكر وقد يوتر في وقت متأخر حسب طاقة الإنسان، وده يدل على ذلك الحديث عائشة، حديث عائشة الذي يأتينا بإذن الله عز وجل. لكن المهم الذي يثق على أنه يستيقظ آخر الليل فتأجيل وتره إلى آخر الليل أفضل. وفي صحيح مسلم ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال أن صلاة آخر الليل مشهودة وهي أفضل، مشهودة بمعنى تشهد الملائكة، فكلما يؤخر الإنسان وتر كلما يكون أفضل. لكن بالنسبة من يثق على نفسه على أنه يعني يستيقظ وعلى أنه يستطيع أن يقوم في آخر الليل، أما من لم يكن متأكدا على أنه يقوم في آخر الليل فالأفضل له أن يعجل الوتر ويصلي الوتر قبل أن ينام، وهذا مما كان يفعله أبو هريرة، وقد وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول أوصاني خليلي عليه الصلاة والسلام ألا أنام حتى أوتر، أو ألا أنام إلا على وتر. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك سأل أبا بكر عليه الصلاة والسلام، فسأله متى توتر، فقال أوتر قبل أن أنام، فقال له أخذت بالحزم، يعني قضية حازمة تعرفها مباشرة يعني. وسأل عمر بن الخطاب متى توتر، فقال أنام ثم أستيقظ ثم أوتر، فقال أخذت بالأفضل. نعم، وهذا هو الأصل. والنبي عليه الصلاة والسلام المهم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، قال عليه الصلاة والسلام. وإذا جعلنا آخر صلاتنا بالليل وترا، إنسان صلى بعد العشاء، صلى صلاة العشاء ثم صلى ما قدر له فأوتر فنام ثم استيقظ بعد ذلك وأراد أن يتهجد ويصلي ما كتب الله له سبحانه وتعالى، فماذا يعمل بما أنه أوتر والآن يريد أن يصلي؟ هذا المسألة التي أشرت إليها هي مسألة يسمى مسألة النقض، مسألة الشفع، التي فيها خلاف. هذا الحديث يدل على أنه يجعل آخر الصلاة وترا في الليل، ظاهر هذا، حتى لو استيقظ كيف يتعامل ويصلي؟
ولذلك العلماء سلكوا بطرق كثيرة، بعضهم مسكوا بظاهر هذا الحديث وقالوا ينقض وتره، وهي مسألة النقض. كيف ينقض وتره؟ يصلي ركعة أخرى تشفع له كما كان يفعل عبد الله بن عمر، تشفع له الوتر، ثم بعد ذلك يتهجد، ثم يصلي بعد ذلك وترا، فيقول جعلت آخر صلاة بالليل وترا. لكن هذا المذهب ضعيف جدا، ويترتب عليه على أنه أوتر ثلاث مرات، ثلاث وترات بدل وتر واحد، لأنه أوتر فنام ثم استيقظ فصلى ركعة واحدة وترا آخر، ثم جعل في آخر صلاته وترا آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في الليل، قال عليه الصلاة والسلام لا وتران في الليل. فمسألة النقض مسألة ضعيفة. والعجيب كيف يتأتى أن نحسب هذا الوتر الذي صلاه بعد أن استيقظ من النوم، والوتر الذي صلاه في قبل نومه، كيف يمكن أن نجعلهم صلاة واحدة؟ يعني دخل فيها النوم ووقت طويل، فهذه لا يمكن أن يقال شف، لأنه صلى وترا، ولو صلى بعد ذلك يعني بعد ما نام واستيقظ من النوم، لا يمكن أن تنطاف هذه الرقعة التي صلىها إلى الرقعة الأولى، لا يمكن، لأنه يعني دخل بينهم وقت طويل والنوم ونقض الوضوء وغير ذلك. فنقول هذا وتر وذاك وتر آخر، ثم الذي صلى بعد ذلك وتر ثالث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في الليل، قال عليه الصلاة والسلام. والراجح في هذه المسألة، بل الصحيح في هذه المسألة، والعلم عند الله، ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وهي على أنه يتهجد ما يشاء ويصلي ما يريد، ولا يوتر لأنه أوتر، ولا وتران في الليل. فهذا هو الراجع في المسألة هذه، ودل في ذلك أدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بعد أن أوتر النبي عليه الصلاة والسلام، وما صح عنه على أنه نقض عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك حديث عائشة، اقرأ سات. نعم. ثم ذكر المؤلف الحديث الثاني، وهو حديث عائشة أنها قالت، وهي أعلم الناس بأحوال الرسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة صلاة الليل وتهجد في الليل، لأنه كان يتهجد في بيته عليه الصلاة والسلام. فعائشة تقول قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يقال الوتر ويقصد به صلاة الليل برمتها، جميع صلاة الليل، وهذا من ذكر الجزء وإرادة الكل، وهذا مشهور في الأحاديث وكثير. فالوتر هنا قيام الليل بما فيه الوتر. نعم. فبمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الليل عليه الصلاة والسلام من أول الليل ووسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره كان يصلي الوتر إلى قبيل صلاة الصبح في وقت السحر، عندما يتسحر الناس ويأكلون السحور، عندئذ كان وتره عليه الصلاة والسلام انتهى وتره في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تقصد من كل ساعات الليل، في بداية الليل، في وسط الليل، في آخر الليل، يعني حسب الظروف. أحيانا الإنسان لا يريد أن يستيقظ في آخر الليل فيوتر، يصلي التهجد ويوتر في أول الليل. أحيانا عنده فرصة بحيث يستطيع أن يستيقظ في وسط الليل، فيستيقظ ويصلي التهجد والوتر ثم ينام آخر الليل. وأحيانا يستيقظ آخر الليل، وهذا هو الأفضل، فيصلي الوتر. وأحيانا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني
اللي يخلط بين النوم وبين التهجد، أي بمعنى أنه يصلي ثم ينام ثم يستيقظ، يصلي ثم ينام ثم يستيقظ ثم يصلي ثم ينام ثم يستيقظ ثم يصلي حتى يوتر بعد ذلك في آخر الليل عليه الصلاة والسلام. وهذه كلها صور لا بأس بها، وهذا يدل على مرنة، على أن الدين مرن، دين الإسلام، وسهل حسب طاقتك، والإنسان ليس يعني شيء ثابت هكذا، وإنما تتغير، تتغير ظروفه وله أحوال، أحيانا يكون تعبان، أحيانا يكون نشيط، أحيانا يكون يعني لا يجد وقت، أحيانا يكون عنده فراغ، أحيانا ما يكون عنده وقت، فحسب الظروف يعني حتى تناسب صلاة، هذه صلاة، صلاة التهجد في الليل. لكن السؤال هنا قالت من كل الليل، هذا هو فيه إشكال، قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل الليل. الليل يبدأ من متى؟ من المغرب إلى 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 الفجر الثاني، صح؟ فهنا يأتي إشكال، من كل الليل، هل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المغرب والعشاء؟ لأن ما بين المغرب والعشاء من الليل، صح؟ فهنا يتأتى الإشكال أنه هل أوتر ما بين المغرب إلى العشاء؟ لا شك يعني العلماء متفقون على أنه لا يجوز التهجد ولا الوتر ولا التراويح ما بين المغرب والعشاء، وإنما وقت التهجد وهو وقت التراويح وهو وقت الوتر على أنه يبدأ ما بعد صلاة العشاء إلى الفجر الثاني كما ورد في الحديث، ما بين العشاء، وورد في الحديث أنا وتر ما بين العشاء إلى الفجر، فهذا هو وقته الذي اتفق عليه العلماء. يختلفون مسألة، هل الإنسان يجوز له أن يصلي قيام الليل أو شيء من التهجد وهو لم يصلي صلاة العشاء، حتى لو أخر صلاة العشاء مثلا؟ وأغلب أصحاب الحديث وأهل المذاهب والعلماء يرون على أنه لا يتهجد ما دام لم يصلي صلاة العشاء، فيصلي صلاة العشاء أولا ثم يصلي التراويح أو التهجد قيام الليل أو الوتر، لكن ما دام أنه لم ما صلى صلاة العشاء أنه لا يتهجد. لماذا قلت هذا الكلام وهذا الحديث يدل على ذلك؟ ذكر صاحب كتاب العدة في شرح العمدة ابن عطار الذي أخذ منه من الملقن شرحه كبير، ذكر على أنه حدث في عصره في مصر أنهم كانوا يصلون صلاة التراويح وقيام الليل بعد صلاة المغرب قبل العشاء، حدث في مساجد مصر في ديار مصر، صلوا صلاة التراويح قبل العشاء. ولذلك الشيخ في كتابه هذا شنع ذلك وطول الكلام ونقد هذا الفعل، وذكر على أنه من أحدث يعني مما أحدثوه في ذلك الزمن، وفقهاء وعلماء الحديث أنكروا عليهم وقالوا هذه لا تعتبر صلاة التراويح ولا تصح ولا يعتبر قيام الليل لأن وقته هذا ليس وقته. وشيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى كذلك استعرض هذا الموضوع وأطال فيه النفس وذكر فيه درر من العلم والمسائل، وقال إن صلاة التراويح بعد المغرب بدعة، وأشار إلى أنها مما استحدثته الروافض الذين يكرهون صلاة التراويح، لأنهم يقولون صلاة التراويح هذه شرعها عمر، هكذا يعتقدون، ولذلك يكرهون صلاة التراويح ولا يصلون صلاة التراويح، ولأجل ذلك صلوا بعد المغرب قبل العشاء مخالفة لأهل السنة. نعم، هذا قال. لماذا هذا الكلام؟ لأنني قرأت قبل فترة الفتوى تقول أنه يجوز في أوروبا
أن يصلوا صلاة التراويح بعد المغرب، نعم، وقبل العشاء. وهذه الفتوى كانت مبنية على الذين يجمعون ما بين المغرب والعشاء، فبما أنهم يجمعون بين المغرب والعشاء بحثوا في شهر رمضان ماذا يعملون، فبحثوا فتاوى ويعني استصدروا فتوى تقول بأنه يجوز لهم مباشرة إذا صلوا جمعوا العشاء والمغرب مع المغرب أنهم يصلون صلاة تراويح يعني قبل صلاة العشاء. وهذه مسألة يعني مسألة عجيبة جدا بالحقيقة، وليست جديدة وإنما قديمة كما قلت، يعني طول بحثها شيخ الإسلام في الفتاوى. طيب، وهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوتر من أول الليل، يقصد من كل الليل قد أوتر عليه الصلاة والسلام، ولذلك فسرت عائشة ماذا تعني من كل الليل، هي التي فسرت، قالت من أول الليل، وهي تقصد ما بعد العشاء قبل أن ينام الإنسان، النبي عليه الصلاة والسلام أوتر ووسط الليل أوتر عليه الصلاة والسلام، صلى التهجد والوتر حسب الظروف، وآخره أي آخر الليل، فانتهى وتره عليه الصلاة والسلام يعني عند وفاته أو مماته عليه الصلاة والسلام، انتهى وتره إلى السحر، إلى السحر يعني آخر الليل أو قبيل صلاة الصبح. وبعض العلماء قدروا السحر على أنه السدس الأخير من الليل، بعضهم قالوا هكذا كان عادته عليه الصلاة والسلام في آخر حياته عليه الصلاة والسلام أنه يؤخر. والعلماء أخذوا من هذا الحديث قاعدة عظيمة طبقوها في مسائل كثيرة في الفقه، منها على أنه إذا دار الأمر بين حفظ أصل العبادة وحفظ فضلها أنه يقدم حفظ العبادة، بمعنى هذا الإنسان الذي يخاف على أنه لا يستيقظ، عنده احتمال ربما يستيقظ ربما لا يستيقظ، فالاحتياط يقتضي على أنه يصلي مبكرا قبل أن ينام، فإن استيقظ فالحمد لله، وإن لم يستيقظ فأدى ما عليه يعني صلى، فيترك الاحتمال ويؤخذ الاحتياط. وهكذا في جميع العبادات والطاعات، إنسان يعني مثلا يريد أن يصلي صلاة الظهر لم يجد ماء وإنما فقط عليه أن يتيمم، لكنه يتوقع في المستقبل ربما قبل فوات الوقت صلاة الظهر ربما تجد ماء، عنده توهمات، قالوا احتياط للصلاة أولى فيصلي، يتيمم فيصلي. إنسان يصلي في الصف الأول، فإذا صلى في الصف الأول لا يتم الصلاة ولا يتم خشوعها إما لضغط أو لشيء آخر، فإذا صلى في الصف الأخير يستطيع أن يصلي براحته ويتم ركوعها وسجودها، قالوا الصلاة في الصف الأخير أفضل لأنها هو حفظ ذات الصلاة. وطبقوا هذه القاعدة الذي استخرجوا من هذا الحديث مسائل كثيرة، الذي يطوف قرب مثلا الكعبة، يطوف عند الكعبة ولكنه لا يستطيع أن يتم طوافه ولا يؤديه حسب ما يقتضيه شرع يعني من الكمال والإتمام، بحيث يكون هناك ضغط وهناك ازدحام وهناك أشياء كثيرة، فلا يستطيع يعني يتم الطواف كما هو يؤديه على وجه صحيح. وإذا ابتعد عن الكعبة يستطيع أن يطوف براحته ويركز يعني عباداته، فحفظ ذات العبادة أفضل من طلب الفضل والأجر، فيطوف وهو ابتعد عن الكعبة. وهذا هذه قاعدة أخذوها من هذا الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فعلماء طبقوا فيه مسائل الكثيرة. طيب، نكمل حديث عائشة. آخرها، نعم حسنا، حديث عائشة يذكر لنا كم كان عدد ركعات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل في التهجد، كم ركعة كان يصلي عليه الصلاة والسلام. لكن المؤلف هذا الحديث الذي ساقه
هذا اللفظ ليس متفق عليه، وإنما هذا اللفظ الذي ساقه يعني هو لفظ مسلم. المؤلف رحمة الله عليه عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي أخذ من هذا الكتاب كتاب الحميدي بما اتفق عليه الشيخان جمعه، فهو أخذ منه من كتابه. والحميدي وهم عندما نقل هذا، والشيخ نقل منه مباشرة، وإلا لفظ البخاري ما كان بهذا الشكل. لفظ البخاري هو كان يصلي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، منها الوتر وركعة الفجر، هكذا كان في رواية البخاري، منها الوتر وركعة الفجر. وأما هذه الرواية فهي الإمام مسلم، ورواية البخاري هي التي تبين هذه الرواية وتفسرها. فعائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، أي قيام الليل، 13 ركعة. إذا كان المعدود مؤنثا يجعل العدد مذكر، وإذا كان يعني مؤنثا يذكر العدد يعني. نعم، فقال هنا 13، نعم 3، أي نعم 13، هذا هو صحيح، ركعة. يصلي 13 ركعة عليه الصلاة والسلام. وكيف كان 13؟ ورد في بعض الروايات على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة عليه الصلاة والسلام، 11 ركعة، لأنه كان يصلي 11 ركعة، ورد في ذلك. وأنه كان، وفي صحيح البخاري عن عائشة أنه كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يصلي 4 و3 عليه الصلاة والسلام، فتكون 11 ركعة. وفي حديث خالد زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خفيفتين ثم طويلتين طويلتين. وكذلك الرواية عبد الله بن عباس ذكر على أن صلى الله عليه وسلم صلى 11 ركعة عليه الصلاة والسلام. وهذه الروايات لا تختلف، وإنما الرواية على 13 ركعة، أنه صلى 13 ركعة أضافوا إليها ركعة الفجر، فصارت كما وضحت في ووضحت عائشة في رواية البخاري على أنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام 13 ركعة، منها الوتر وركعة الفجر قال دعا. فإذا حسبنا ركعة الفجر تكون 13 ركعة. والروايات الأخرى 15 يضاف إليها ركعة، يعني ركعتين بعد صلاة العشاء، سنة بعد صلاة العشاء، وركعة الفجر أضافوا إليها. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم داوم أغلب أحياء يعني حواله، لا أقول داوم، وإنما أغلب حواله كان يصلي 11 ركعة، وأحيانا كان يصلي أقل من ذلك عليه الصلاة والسلام حسب الظروف. وهذا هذا الذي يدل عليه هذا الحديث، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، ومنها ركعة الفجر، فتكون عندئذ 13 ركعة. وهناك تناسب بين صلاة الليل أي قيام الليل وبين صلاة النهار، فصلاة النهار إذا لاحظت هي 11 ركعة. إذا بدأنا من الظهر، ظهر 4 صح؟ والعصر 4 كم؟ 8، أضيفها إلى 3 ركعات في المغرب، فتصير ماذا؟ 11 ركعة. وآخر صلاة النهار الوتر وهو المغرب، وكذلك آخر صلاة الليل الوتر، نعم، فتكون يعني متناسبة، مناسبة بين صلاة الليل وصلاة النهار. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها نعم يوتر من ذلك بخمس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر
من ذلك أي من ذلك العدد 13 ركعة كان يوتر بخمس، بمعنى أنه كان يسرد 5 ركعات عليه الصلاة والسلام، فيجعل الوتر في آخرها 5 ركعات سردا يصليها عليه الصلاة والسلام. وأحيانا كان يوتر بالتسع عليه الصلاة والسلام حسب الظروف يعني، وأحيانا حسب نعم، وأحيانا كان يطول عليه الصلاة والسلام حسب طول الوقت وقصره. ثم اعلم على أن صلاة الليل وعبادة الليل هي عبادة مفتوحة، والإنسان له أن يتعبد لله عز وجل ويصلي ما يشاء في صلاة الليل. صلاة الليل صلاة عبادة مفتوحة من القربات المفتوحة، لم يمنعها الشارع إلا عند 5 أوقات، بعد صلاة الصبح وعند طلوع يعني عند طلوع الشمس، وبعد صلاة العصر، وعند غروب الشمس، وعند الزوال قبل الزوال يعني عند زوال. هذه 5 أماكن ورد فيها النهي، أما الباقي أوقات الأخرى فصلاة عبادة مفتوحة يجوز للإنسان أن يصلي ما يريد. وكذلك يعني، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار لنفسه أن يصلي 11 ركعة عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي اختاره النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يطول. كانت عائشة تقول: فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. بعض الصحابة صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في التهجد وقيام الليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام. نعم يعني، ثم ليس فقط على أنه يقرأ القرآن، إنما كان يتدبر. وصحابي يقول: إذا مر بآية ذكر فيها النار كان يتعوذ بالله من النار، وإذا مر بآية ذكرت فيها الجنة كان يسأل الله الجنة، وإذا مر بآية ذكرت فيها الرحمة كان يسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة، فيركع. وكان ركوعه قريبا من قيامه عليه الصلاة والسلام، فهكذا كانت عبادته عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي. وبعض الفقهاء لا يفرقون بين الوتر، يعني أحيانا يفرقون، أقصد عفوا، أقصد يفرقون بين الوتر وبين قيام الليل، وهذا صحيح ببعض الجوانب، لكن ورد في بعض الأحاديث كما قلت سابقا على أنه قيام الليل كله يطلق على أنه وتر، وذلك من ذكر الجزء وإراد الكل. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وتره قيام ليله تهجده ما كان يزيد على 11 ركعة، وهذا الذي ثبت عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لكن إذا أراد الإنسان أن يوتر بخمس أو 9 فهو لا يجلس إلا في آخر الصلاة، يعني لا يجلس إلا في كما قالت: لا يجلس في شيء إلا في آخرها، أي بمعنى أنه لا يتشهد تشهدات كثيرة، يعني مثلا يقول: أنا أصلي 5 سردا، لا يقول: كل ما أصلي ركعتين أتشهد وأقوم أصلي ركعتين وأتشهد، لا، هذا ليس بصحيح، وإنما يوصل هذه 5 إذا كان يعتبر وترا 5 هذه، فلا يجلس إلا في آخر الركعة عندئذ يتشهد ويصلي ويعني يخرج من الصلاة بعد ذلك. نعم، وهذا هو حديث عائشة كذلك قالت: ولا يجلس في شيء إلا في آخرها، إلا في آخر الصلاة، بمعنى كان يسرد النبي صلى الله عليه وسلم سردا. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: باب الذكر عقب الصلاة. بقي لنا من العشاء كم دقيقة؟ 15 دقيقة. نعم، طيب، أقل شيء 10. بالتكبير. هذا الباب
عقده المؤلف رحمة الله عليه لذكر الذكر عقب الصلاة. قال باب الذكر، هذا باب الذكر، يعني هذا مبحث يتحدث كيف يذكر الإنسان ربه عقب الصلاة، بمعنى بعد ما ينتهي من الصلاة الواجبة، والصلاة المقصود هنا هي صلاة المفروضة بعد ما ينتهي، على أنه يذكر الله عز وجل. ذكر فيه أربعة أحاديث، فالحديث الأول هو حديث عبد الله بن عباس قال أن رفع الصوت بالذكر، رفع الصوت بالذكر سواء كان هذا الذكر بالاستغفار استغفر الله استغفر الله، أو كان بالتكبير الله أكبر الله أكبر بعد الصلاة، أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس حين ينتهون من المكتوبة صلاة المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن ابن عباس يقول على أن الصحابة بعدما ينتهون من صلاة الواجبة أو الفرض كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر ويسمع منهم استغفر الله استغفر الله يا الله أكبر الله أكبر وغير ذلك، هذا الذي يقوله عبد الله بن عباس. ثم بيّن قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا من الصلاة، إذا أتموا الصلاة وانصرفوا وخرجوا من الصلاة كنت أعلم بذلك أي برفع الصوت بالذكر، لأن ابن عباس كان صغير فكان ما كان يدخل في الصف الأول، الصف الأول كان لكبار الصحابة، ما دام أنه شاب صغير كان يصلي وراء الصحابة، فإذا انصرفوا من الصلاة كان يسمع التكبير ويسمع منهم الذكر، فكان له علامة، هذه علامة يعرفها على انتهاء الصلاة، فيقول كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، إذا سمعت الذكر. وفي لفظ آخر قال ما كنا نعرف انقضاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كنا نعرف انتهاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. هنا بيّن الذكر على أنه التكبير في هذه الرواية، لأنه أطلق الذكر في الرواية الأولى لكن الرواية ذكر بالتكبير. ومن هنا العلماء اختلفوا معنى رواية عبد الله بن عباس هذه. أولا ستأتينا أدلة كثيرة على أن الذكر بعد الصلاة ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وثابت في النص القرآن الكريم، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الصلاة كان يستغفر كان يسبح وحث ذلك على أصحابه عليه الصلاة والسلام، ونصوص كثيرة جدا في ذلك. لكن القضية اللي فيها الخلاف رفع الصوت، لأن رفع الصوت هذا لم يرد إلا عن ابن عباس بهذا الشكل، وأئمة المذاهب الأربعة قالوا عدم سنية رفع الصوت بعد صلاة الواجبة، بل إمام مالك نص قال هو بدعة، قال إمام مالك رحمة الله عليه. وهذا الحديث بعضهم قالوا هذا الحديث يعني عبد الله بن عباس يتحدث في حجة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فكان التكبير بعد الصلاة في أيام التشريق، وهذا الذي يقصده عبد الله بن عباس. وإذا حمل هذا الحديث على هذا فالأمر واضح عندئذ، لأنه إذا انقضوا من الصلاة وانتهوا من الصلاة كانوا يكبرون التكبيرات المقيدة في أيام التشريق، وهذا الذي حمل عليه إمام الشافعي رحمة الله عليه هذا الحديث حسب ما فهمه، قال يعني هذا هو أيام التشريق وقيدوا بهذا الحديث. بعض العلماء قالوا هذا ليس بالضرورة أن نقيد لأنه حديث لم يقيد فيكون على إطلاقه، وذهبوا إلى أنه من السنة رفع الصوت بالتكبير أو بالتسبيح وغير ذلك، لكن منفردا كل واحد يعني. ومهما يكون الأمر، والآن ألف بعض الرسائل يعني في هذه المسألة ونوقش وأطال البحث في هذه المسألة بين مستحب ويرى أنه مستحب وبين من يبدع هذا وبين من يقبل وبين من يرفض، والمسألة مسألة قديمة بطبيعة العام. حدث في وقت التابعين مسألة يسمى كانوا يسمى مسألة أجناد، بمعنى أن الجيوش
كانوا يكبرون ويرفعون أصواتهم بعد الصلاة. فعارض عليهم بعض الصحابة وبعض العلماء وبعضهم أجازوا ذلك مهما كان. هذه مسألة خلافية الميم. لكن الشيء المهم جدا المسألة هذه ونبهنا عليها سابقا، على أن الإنسان إذا فتر من الصلاة وانتهى من الصلاة عليه أن يذكر الله سبحانه وتعالى. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للمصلين بعدما يخرج من الصلاة عليه الصلاة والسلام، وإنما إذا خرج من الصلاة وانتهى من الصلاة كان يبدأ ذكر الله عز وجل، الاستغفار، التصبيحات، التحميدات الواردة. وأشرنا إلى حديث السرعة الذين كانوا يخرجون من المسجد مباشرة بعدما ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة. هؤلاء لو كان النبي يدعو للناس ما كان يتأتى على أنهم يخرجون ويتركون دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نص إمام المالك على كما يعني نقل عنه الخرقي على أنه كره الدعاء أئمة للمصلين بعد صلاة. هذه الرواية نقلها شيخ الإسلام كذلك في الفتاوى، طول هذه المسألة وقال لم تكن معهودة ولا معروفة هذه القضية في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عصر الصحابة، وإنما هو من المحدثات الأمور. وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما يحب ويرضى. نعم، الذي عنده تعليق شيء تفضل. عطلة الأوراد ماذا تقصد المواعيد بعد الصلاة؟ أنت قلت أن نعم هو الدعاء بعد الصلاة للجماعة. لا الدعاء الجماعي، دعاء الجماعي بعد الصلاة، ويدعو الإمام للمأمومين. نعم تفضل. أخي منع فيها الصلاة هي خمسة أو سبعة؟ أي شيء ممنوع الصلاة فيها؟ نعم هو خمسة أوقات. نعم حسب ما تحسبها، هو بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الفجر، إذا صلى الإنسان صلاة الفجر بعدها حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها كذلك. يعني ورد فيه نهي خاص لأن عبادة الشمس يسجدون حينئذ، هذه كم؟ اثنين. وبعد صلاة العصر كذلك، وعند غروب الشمس، وعند الزوال. حديثه عند الزوال ورد فيه سند الشيء، لكن الحديث هذا بطرقه بعض العلماء جمعوا طرقه على أنه يعني يصلح للاستدلال. وعلل النبي عليه الصلاة والسلام عند إذن تسجر نار جهنم. نعم قبل يعني قبيل صلاة الظهر هي خمسة أوقات. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.